بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الإعدادي، إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ كويسين؟ هناخد النهاردة درس جديد اللي هو تطابق. هنتكلم عن تطابق قطعة مستقيمة مع قطعة مستقيمة، وتطابق زاوية مع زاوية. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتان في الطول. مهمة جدا وبتيجي أكمل يا أولاد. يعني مثلا عندي القطعة أ ب، تطابق القطعة ج د، لأن أ ب تساوي ج د. يبقى طول القطعة أ ب لو كان بخمسة سنتيمتر، يبقى طول القطعة التانية اللي هي ج د زيها برضو بكام؟ خمسة خمسة سنتيمتر. سنتيمتر طيب عايزين نفرق من بعض الأشياء كده واحدة بالحل. لو أنا قلت القطعة اسمها س ص تساوي القطعة ج د، ها شايفين علامة التساوي دي يا أولاد؟ هنا العلامة دي تساوي بين س ص وج د، معناها إيه؟ معناها إن طول القطعة س ص بيساوي طول القطعة ج د، تمام؟ لكن لو أنا عملت علامة قطعة مستقيمة فوقها كده، قلت القطعة المستقيمة س ص والقطعة المستقيمة ج د، فأنا لازم أعمل علامة التطابق بينهم. التطابق بين قطعة مستقيمة وقطعة مستقيمة، يبقى تطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتان في الطول. يبقى تطابق بعمله بين قطعة وقطعة، وعلامة تساوي بعمله بين س ص وج د، يعني ما بعملش العلامة أو الشرطة بتاعت القطعة المستقيمة اللي فوقها. دي معناها إن هما طولهم متساويين في الطول، ودول معناهم متطابقين، هو نفس المعنى، ده معناه نفس ده. ماشي؟ تمام. طيب بالنسبة ممكن برضه إن إحنا نقول إيه، شوف طول، عايزين برضه يا مستر نعمل، يعني بدل ما نعمل عدد التطابق نعمل يساوي. ممكن أكتب يساوي إمتى برضه؟ أقول إيه؟ أعمل يساوي كده، لو أنا عايز أعمل س ص كده وعليها قطعة وج د عليها قطعة كده، لازم أقول إيه؟ طول، أكتب كلمة طول الأول، أقول طول القطعة س ص بيساوي طول القطعة ج د. يبقى انا هكتب لكم الحاجات المهمه جدا عشان بتيجي دايما اكمل وتلخبط. تاني، اول حاجه لما اقول س ص تساوي ج د، يعني طول القطعه دي معناها طول القطعه س ص بيساوي طول القطعه ج د، مفهوم؟ وممكن اقول ان القطعه س ص تطابق القطعه ج د، يبقى انا مش محتاج اكتب كلمه طول. يبقى التطابق معناه ايه؟ معناه تساوي في الاطوال بالنسبه للقطعه والقطعه. يبقى الثلاث تعبيرات دول زي بعض. لما يقول لي بقى اكمل س ص نقط ج د، اقول له تساوي، اذا كان مثلا س ص ب 5 سنتيمتر وج د ب 5 سنتيمتر، يبقى س ص بتساوي ج د، مفهوم الكلام؟ طيب لما يجي لي في الاختيارات يقول لي القطعه س ص والقطعه ج د، هل اعمل يساوي؟ لا، لازم اعمل ايه؟ علامه التطابق بينهم، لان هم متطابقين، قطعه تطابق قطعه، لكن س ص بتساوي ج د. تاخدوا بالكم من النقط البسيطه دي. تعالوا بقى نشوف الزوايا. تطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس، بتيجي اكمل كتير جدا برضه يا اولاد. يعني مثلا لو عندي زاويه، زاويه ا قياسها 50 درجه، وزاويه ب زاويه قياسها 50 درجه، يبقى الاثنين متساويين في القياس. تتطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس. لما اقول يا اولاد قياس زاويه ج بيساوي نقط، اقول له قياس زاويه د، قياس زاويه ج بيساوي قياس زاويه د. طب زاويه ج وزاويه د هعمل بينهم علامه ايه؟ تطابق. علامه التطابق اللي هي الثلاث شروط دي معناها تطابق. بالنسبة بقى لتطابق المضلعين، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. يعني يتطابق المضلعان إذا وجد بين تناظر بين رؤوسهما، بحيث يطابق كل ضلع وكل زاوية في المضلع الأول نظيره في المضلع الآخر. يعني شرط إن مضلع يطابق مضلع، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض، تكون الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول والزوايا المتناظرة متساوية في القياس. فاهمين؟ يبقى مضلع يعني ايه مضلع يا اولاد؟ المضلع ده شكل بيتكون من ثلاث اضلاع او اكتر، زي مثلا مربع يطابق مربع، مثلث يطابق مثلث. امتى المثلث يطابق المثلث؟ لو اضلاع الاول بتساوي اضلاع المثلث الثاني بتناظر، يعني كل ضلع زي نظيره. تعال بس الاول نتكلم عن المضلعات اللي هي فيها اربع اضلاع وخمسه، وبعدين هنشرح بعد كده تطابق المثلثات. خلاص؟ فمثلا المضلعان المقابلان، ركزوا كده، عند مضلع اسمه الف ب ج د ه، ومضلع عين ص س ل م. ركزوا كده، في تطابق بينهم يا اولاد. يعني زاوية أ قياس زاوية أ عندي زي قياس زاوية مين؟ س. خد بالك لما تيجي تقرأ المضلعين بتقرأهم بنفس الترتيب، إزاي؟ يعني لازم وأنت بتكتب المضلع الأول تكتب المضلع الثاني بنفس الترتيب التناظر للزوايا والأضلاع. يعني مثلا حبيت أقول أ ب ج د ه، الثاني هتبقى عين إيه؟ س ص ع م ل، تمشي بنفس النمط. يعني بداية زاوية أ يبقى نظرتها س، ب نظرتها ص، ج نظرتها عين، د نظرتها ميم، ه نظرتها لا، وهكذا. خلاص؟ طيب بالنسبه للمضلعين المقابلين، لاحظ ان كل ضلعين متناظرين متساويين في القياس. يعني ايه متناظرين؟
يعني ايه متنازلين يا اولاد؟ بص كده اهو، تعالى اكتب الف باء جيم دال، ده المضلع الاولاني، الف باء جيم دال هاء، اه الف باء جيم دال هاء، ده الاولاني المضلع الاولاني، هكتب جنبها علامه ايه؟ تطابق التطابق قدامي. وهنا المضلع الثاني سين سين صاد عين عين لام. ميم لام. حبايبي الحلوين، المضلعين دول متطابقين، بنستنتج حاجات مهمه. ايه الحاجات المهمه يا مستر؟ ان الزوايا المتناظره متساويه في القياس، والاضلاع المتناظره متساويه في الطول. يعني اول حاجه يا مستر بلاحظ ان زاويه الف تطابق زاويه سين، صح يا اولاد؟ وزاويه ب تطابق زاويه مين؟ صاد. وزاويه جيم تطابق طابق زاوية زاوية ايه؟ عين. عين. جميل. وزاوية دال تطابق تطابق زاوية زاوية ايه؟ ميم. ايوه شطار. وزاوية ها هاء تطابق تطابق زاوية زاوية لام. لام. برافو عليكم. طب يا حبيبي لو حبيت اقول اضلاع، بص يا اولاد بتعمل زي شكل مظلة كده، يعني لما اقول لك الضلع الف باء تقوم قايل لي الف باء بيطابق القطعة، الف باء تطابق القطعة مين؟ سين صاد. اهو. والقطعة باء جيم تطابق صاد عين. برافو عليك شاطرة. صاد وي. عين. والقطعة جيم دال بتطابق عين ميم. عين ميم. برافو عليك شطار. وزاوية ودال هاء، ميم لا دال هاء والقطعة دال هاء ميم لام. لسه حاجة تانية؟ لا ركزوا كده، نعمل بقى شكل مظلة، مش نعمل مظلة. هاء ألف القطع هاء ألف تطابق القطعة مين؟ لام لام سين. سين. فهمتوا يا أولاد التطابق؟ يبقى شرط تطابق مضلعين أن يتحقق الشرطان معا وهما الأضلاع المتناظرة. نقول تاني يا أولاد، الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول، والزوايا المتناظرة متساوية في القياس. طيب في ملاحظة مهمة يا أولاد، إذا كان مضلعان متطابقان فإن كل ضلع وكل زاوية في أحد المضلعين يطابق نظيره في المضلع الآخر. خد بالك في تعريف تاني برضو اللي هو محور تماثل القطعة المستقيمة. لو انت عندك قطعة مستقيمة، محور التماثل عبارة عن مستقيم عمودي عليها من منتصفها. طيب يعني مثلا القطعة ألف باء محور التماثل بيكون عمود عليها منين؟ من منتصف. طب لو في مضلع ومضلع مشتركين في ضلع، الضلع المشتركين في ده بيكون محور تماثل، يعني شايف المضلع اللي هو ألف باء جيم دال، المضلع ألف باء سين ص، دول مضلعين متطابقين. محور التماثل ليهم هو المستقيم الذي يقسم أيوه ها الجيم يقسم الشكل كله إلى شكلين متطابقين، اللي هو مين؟ المستقيم ألف باء. ألف باء ده عبارة عن إيه؟ محور تماثل للشكل جيم د ألف ص س د. يبقى محور التماثل هنا هو عبارة عن مستقيم اسمه ألف باء، اللي هو المستقيم الذي يقسم الشكل الهندسي إلى شكلين متطابقين. مستعدين نحل يا أولاد؟ ركزوا معايا. الشكل المقابل صفحة 226 من كتاب المعاصر بيقول لي حاول بنفسك. في الشكل المقابل إذا كانت ميم تنتمي للمستقيم ألف سين، إذا كانت ميم تنتمي، بص كده معايا ميم أهي تنتمي للمستقيم ألف سين ده، وقياس زاوية سين ميم كاف 65 درجة، وعندي سين ميم بس مش هتبقى زاوية جيم ميم ألف زيها برضو جيم ميم ألف ب 65 درجة. شاطرة. زاوية برضو. طيب قولي يا بنتي قياس زاوية سين مين اللي زيها؟ زاوية ايه؟ زاوية ألف. جميل. قياسها كام درجة؟ 90. 90 درجة. طيب هو بيقول لي في المسألة برضو يا بنات سين ميم كانت ب 6 سنتيمتر، يبقى انا هستنتج ان ميم الف برضو ميم كام؟ ألف ب 6 سنتيمتر. تمام. شايفين العلامه دي؟ دي معناها تطابق، يعني بيقول لك القطعه المستقيمه س ص تطابق القطعه ايه؟ سين ص الف ب س ص تطابق الف باء. احسنت، يبقى انا هكتب الف باء كده نكتب لا فيها ايه؟ قطعه. ممتازه. قولي يا بنتي ص كاف، ص كاف شايفاها تطابق مين؟ لازم اللي زيها الناحيه الثانيه ها باء ص كاف باء. حبايبي الحلوين شطار، ما نعملش بقى قطعه فوقها ليه؟ لانه عامل علامه ايه؟ يساوي، ما عملش علامه تطابق. لو كان عامل علامه تطابق زي دي يبقى انا بعمل قطعه فوق، دي فنيات في الحل، لو عملت كده قطعه فوق هتبقى غلط، بيجي حتى في الاختيار يقول لك صاد كاف ويجيب لك الباء جيم ويجيب لك القطعه باء جيم، لا ما تاخدش قطعه. ليه؟ لان دي ايه؟ كاتب طول القطعه اللي عندي اللي هو صاد كاف. بدايه قولي يا بنتي الف ميم الف ميم طولها بيساوي مين الالف ميم؟ الف ميم شايف الألف ستة ميم؟ سنتيمتر. 6 سنتيمتر. تمام. ألف سين ألف برضه سين ألف
سين 12 12 شكرا. قياس زاوية صاد بتساوي قياس زاوية نقطة صاد اهي زي مين؟ باء. قياس زاوية باء. طيب قياس زاوية سين تساوي قياس زاوية ألف ألف. طيب قياس زاوية ديم ميم ألف احنا قلناها كم درجة؟ 65 درجة. قياس زاوية ألف 90 درجة. قياس زاوية كاف ميم جيم كاف ميم جيم عايز الزاوية ده 65 حلقة الزاوية ده يا ولاد دي نجيبها ازاي؟ نجمعهم برافو عليك نجمع 65 65 ونطرحهم من كام؟ لأن دي زاوية مستقيمة تمام؟ يبقى 65 و65 130 شاطرة اطرحها من 180 هتفضل معانا 50 أحسن يا بنتي بارك الله فيك 50 قياس زاوية جيم ميم سين جيم ميم سين جيم ميم سين الزاوية دي كلها 65 زائد ايه؟ زائد دي طلعت بكام؟ دي كانت طلعت ب 50 65 زائد 50 ايوه برافو عليك شاطرة مبسوط منك 114 تطلع كام؟ 115 درجة صح؟ اه 115 درجة لأن 5 و0 يعني 5 و6 و5 ايه؟ 11 15. تعالوا نحل بقى تمارين الكتاب نفسها رقم واحد تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا تساويتان تساويتان في الطول تمام تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتان في الطول تتطابق الزاويتان إذا كانتا الزاويتان إذا كانتا متساويتان في القياس شطار متساويتان في القياس الطبق المضلعان إذا كانت زواياهما المتناظرة أيوه متساوية في القياس تمام متساوية في وأضلاعهما المتناظرة أضلاعهما المتناظرة متساوية شاطرة وتاني يا أولاد بالنسبة للمضلعان لازم الشاطرين يتحققوا مع بعض الطبق المضلعان إذا كانت زواياهما المتناظرة متساوية في القياس وأضلاعهما المتناظرة متساوية في إيه؟ في الطول محور تماثل الشكل يقسمه لشكلين نقط ها لشكلين إيه؟ متطابقين يا بنتي إذا كانت القطعة المستقيمة ألف باء تطابق القطعة المستقيمة جيم دال وألف باء 5 سنتيمتر فإن ألف باء زائد جيم دال تبقى كام سنتي؟ يعني ثانية ألف باء خمسة أبو خمسة يعني أيوة 10 ممتازة لأن اتنين زي بعض إذا كانت القطعة المستقيمة ألف باء تطابق القطعة سين صاد فإن ألف باء ناقص سين صاد بتساوي نقط هما الاتنين بيطابقوا بعض يعني الاتنين زي بعض أصلا لما نطرح ألف باء ناقص سين صاد هيديك صفر تمام إذا كانت سين القطعة المستقيمة سين صاد تطابق تطابق القطعة المستقيمة سين عين سين عين فإن سين عين على سين صاد تبقى كام؟ واحد أحسنت هما زي بعض لما يتقسموا على بعض واحد رقم 8 إذا كانت زاوية ألف تطابق زاوية باء وقياس زاوية ألف بخمسين درجة فإن قياس زاوية باء بكام؟ بخمسين درجة شفتوا حاجات سهلة إزاي؟ طيب إذا كانت القطعة ألف باء تطابق القطعة جيم دال وألف باء بيساوي 20 سنتيمتر فإن ربع جيم دال بكام؟ خمسة خمسة سنتيمتر لأن يا أولاد الجيم دال زي الألف باء الألف باء ب 20 يبقى 20 ربعها خمسة إذا كان قياس زاوية س زائد قياس زاوية ص ب 120 درجة الاتنين مجموعهم 120 وزاوية س تطابق زاوية ص يبقى س بكام؟ 60 درجة شطار السؤال اللي بعده إذا كانت زاوية أ تكمل باء وزاوية أ تطابق زاوية باء فإن زاوية باء قياس زاوية باء يبقى كام؟ 90 ممتازة
قولي لاصحابك بقى عملتها ازاي. عشان تكمل، يعني كل واحدة فيهم ب90، عشان تكمل دي يعني مجموعهم 180 درجة. برافو عليك، تكمل يعني مجموعهم 180، هما الاثنين متساويين يبقى نقسم 180 على الاثنين. اذا كانت إذا كانت زاوية ألف تتمم زاوية باء وزاوية ألف تطابق زاوية باء، فإن قياس زاوية ألف بتساوي 45. ما شاء الله، جبتها ازاي؟ لأن تتمم يعني 90 درجة، زاويتين مجموعهم 90 درجة و وهما الاثنين ب 90 زاويتين درجة. في القياس، يبقى كل واحدة فيهم ب 45 درجة. جميل. إذا كانت ج منتصف القطعة أ ب، فإن طول القطعة، وإن القطعة أ ج، قطعة أ ج نقط، قطعة ب ج، إيه العلاقة بين أ ج وب ج؟ ج منتصف أ ب، ج في النص، يبقى إيه العلاقة؟ ها، يبقى أ ج إيه علاقتها بباقي ج؟ هي ج في النص، يعني مثلا جيت أرسم قطعة كده اسمها إيه؟ اسمها أ ب، وجبت ج في النص كده يا بنتي. يبقى أ ج و ج ب الاتنين، القطعة أ ج والقطعة ج ب مالهم؟ ها؟ نعمل علامة إيه هنا؟ تطابق. تطابق، ممتازة. ليه ما قلناش يساوي يا ولاد؟ آه، لأنه عامل قطعة، لما يعمل علامة القطعة اللي فوق دي بيعمل علامة التطابق، لو ما عملش. وصلت الفكرة خلاص؟ يبقى في فرق بين يساوي وتطابق، عارفة نعمل يساوي إمتى؟ لو ما كانش عمل القطعة اللي فوقها دي، لو كان قال لي أ ج وب ج كنت أقول له يساوي، لكن هو بيقول لك قطعة أ ج وقطعة ب ج بيبقى عامل تطابق. كملي يا بنتي. إذا كان مطلع ألف ب ج دال بيطابق المطلع س ص ع ل، فإن قطعة القطعة دال أ نقطة تطابق القطعة نقطة. إذا كان المضلع أ ب ج د يطابق المضلع س ص ع ل، لأن د أ يطابق مين؟ لام س. لام س، تمام. وقياس زاوية ب ج د ب ص ع ل ص ع ل. إذا كان أ ب ج د مستطيل فإن ب ج تطابق نقط ب جيم. تعال نرسم المستطيل كده عشان نبقى فاهمين. هذا أ ب ج د مستطيل، من خواص المستطيل يا أولاد القطران متساويان في الطول. طيب هو بيقول لي هنا القطعة ب ج تطابق القطعة مين؟ أ د. أ د. الطبق المربعان إذا تساوى، إذا تساوى طول ضلع المربع الأول مع طول ضلع المربع الآخر. فهمتوا؟ يتطابق المضلعان إذا تساوى طول ضلعيهما، يعني المربع يطابق المربع يا أولاد، لو كان طول ضلع المربع الأول بيساوي طول ضلع المربع الآخر. طب المستطيلين هيطابقوا بعض إمتى؟ المستطيل في طول وعرض، الطول والعرض دول بسميهم بعدي. يبقى الطبق المستطيلان إذا تساوى بعدي المستطيل الأول نظيره الآخر، تمام؟ كلمة بعدي دي توصف بيها طول العرض، يبقى شرط المستطيل طبق مستطيل إذا تساوى بعدي المستطيل الأول نظيره الآخر. طيب المربع الذي طول ضلعه 5 يطابق مربع محيطه كام؟ 20. أحسنت، جبتها إزاي؟ عشان ضربت الخمسة في أربعة عشان. برافو عليك، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، وهما المستطيل المربعين زي بعض. يبقى هضرب طول الضلع في إيه؟ في 4، اللي 4 في 5 في 20. الشكل اللي بعده، المضلعان متطابقان أ ب ج د ه و س ص ع ك ل. الرأس ب، تناظر الرأس نقط. ثانية واحدة. لام. ب، تناظر لام، ممتازة. المضلع كاف عين صاد سين لام يطابق المضلع نقط. كاف زي مين؟ كاف زي جيم. زي جيم، كاتبة جيم كده. تمام؟ طب عين زي مين؟ عين زي ب. د، أحسنتي. نكمل يا ولاد، ماشي بالترتيب اهو. وصاد صاد زي هاء، صاد زي الهاء، والسين زي الألف، السين زي الألف، واللام زي الباء، واللام زي الباء. تمام، فهمت الطريقة، بنمشي زاوية زاوية كده لحد ما نحلها. طيب لام كاف بتساوي كام سنتيمتر؟ لام
كاف، القطعة لام كاف دي زي مين؟ 4 سنتيمتر زي باء جيم. زي باء جيم. 4 سنتيمتر. قياس زاوية ألف، زاوية ألف دي تساوي قياس زاوية إيه؟ سين اللي هي سين. تسعة. طيب سين صاد بيساوي كام سنتي؟ سين صاد 5 سنتي. 5 سنتيمتر. قياس زاوية صاد تساوي قياس زاوية مين؟ صاد دي زي مين؟ بص كده معايا. اه هي شاطرة، ممتاز. الشكل المقابل، إذا كانت ج تنتمي للمستقيم، الشكل المقابل إذا كانت ج تنتمي للمستقيم ب د، خلاص، وقياس زاوية أ واو ج ب 110 درجة وب ج ب 5 سنتيمتر، وقال لي المضلع أ ب ج واو، أ ب ج واو يطابق المضلع ه د ج واو، فإن أ ب بتساوي كام سنتيمتر؟ قطع أ ب دي أ ب مش كام سنتيمتر، بتساوي مين؟ أ ب مين اللي زيها؟ ه د. خد بالك هنكتب ه د من غير قطعة مستقيمة، لو كان في تطابق كنا عملنا قطعة، الحاجات دي مهمة يا ولاد، بتتأثر عليها لو عملتها غلط. طيب أ واو تساوي مين؟ أ واو تساوي ه واو. أحسنت، على صوتك ه ه واو، واو. شاطرة. طيب قياس زاوية ه تساوي قياس زاوية مين؟ أ. قياس زاوية أ. قياس زاوية زاوية ب، ب ها؟ تساوي قياس زاوية د. أحسنت شاطرة. طيب زاوية واو جيم د، واو جيم د الزاوية ده تساوي زاوية مين؟ واو جيم ب. واو جيم ب. قياس زاوية ه واو جيم. أنا عملت هنا، أنا كتبت هنا واو جيم ب. طيب زاوية ه واو جيم تبقى كام درجة؟ وعايز القياس بقى بتاع ه واو جيم. ه واو جيم الزاوية قياسها كام درجة؟ 110. 110، شاطرة، 110 درجة، ماشي. به دال بتساوي كام سنتي؟ به دال 10 سنتي. أحسنتي. طيب قياس زاوية واو جيم دال، واو جيم دال ده اهي، شايف ايدي؟ بص كده، واو جيم دال الزاوية ده بكام؟ واو جيم دال، شايف المربع الصغير ده؟ معناه الزاوية كام؟ شايفها كويس؟ بص يا بنتي 90 درجة، لأنها عمودية، ده محور تماسك، خلاص؟ دي زاوية إيه؟ قائمة، لأن الواو جيم عمودي على به دال، به دال ده واو جيم محور تماسك ليه، خلاص؟ يبقى قياس الزاوية كام درجة؟ 90 درجة. 90 درجة. طب قياس زاوية أ واو هاء، الزاوية اللي فوق ده أهي، من البطل يقول لي نجيبها إزاي؟ زاوية أ واو هاء اللي فوق دي نجيبها إزاي يا أولاد؟ تعالوا كده نركز في السؤال تاني يا أولاد، وعايز زاوية أ واو هاء. أ واو هاء اللي هي اللي فوق، عندنا زاوية أ واو ج 110، والزاوية اللي هنا 110، هنا زوايا متجمعة حول نقطة، مجموع الثلاث زوايا 180، يبقى عشان أجيب زاوية أ واو هاء، هو مجموع الثلاث زوايا 360، يبقى عشان أجيب الزاوية الناقصة، أقول له 360 ناقص، ونفتح قوس، نجمع ال 110 وال 110 ونطرحهم 360. 110 و 110 هيدينا 220، 360 ناقص 220 هيدينا 140. 140 ده، برافو عليك. محور تماثل الشكل أ ب د ه، مين هو؟ مين الخط اللي قسمها لجزئين؟ اسمه إيه الخط ده؟ واو واو جيم. يبقى الواو جيم ده مستقيم، نعمل علامة المستقيم فوق كده يا ولاد، ده اسمه محور تماثل الشكل. يبقى محور تماثل الشكل المستقيم الذي يقسم الشكل إلى شكلين متطابقين، اسمه محور تماثل. لازم نعمل علامة الخط المستقيم فوق، وأشوف مين الخط اللي قسم الجزئين زي بعض اللي هو الواو جيم، وأعمل فوق علامة الخط المستقيم. إذا كان الشكل المقابل إذا كان د ج عمودي على ب ج، وقياس زاوية أ د ج 120 درجة، أ د ج 120، الزاوية دي 120، ده اللي هي، وقياس زاوية ب ج س ب 65، الزاوية اللي فوق، وقياس زاوية س ب 85 درجة، فإن أكمل ما يأتي، أ ب بتساوي نقطة، ضلع أ ب ده مين اللي زيه؟ أ ب ألف باء زي جيم سي. ألف باء زيه إيه؟ سين جيم. أيوة. طيب سين جيم بكام؟ ب 65 زي. هو عايز سين جيم بس، هو طولها مش موجود، تمام كده صح، نكتب سين جيم بس، لو كان قال سنتيمتر جنبها كنا هنشوف كام سنتي، هو مش جايب أصلا الألف باء بحاجة، هو بيقول لي ألف باء زي مين؟ برافو عليكي، سين جيم، برافو عليكي. طيب سين صاد يا بنتي، سين صاد، ها سين صاد مين اللي زيها هنا؟ ألف ألف دال. شفتوا شكل طريقة المظلة دي ما بتلخبطناش أبدا يعني. نبدأ ماشيين بنفس الطريقة. ف
تمام. طيب رجع قال لي هنا جيم دال بتساوي نقط، مين اللي زي جيم دال يا ولاد؟ تعالوا بص للمظله كده اقول جيم دال ص، برافو عليك. يبقى احنا مشينا مع شكل المظله ب ص. طيب ب ج ضلع ايه؟ ها اسمه ايه ب ج؟ ضلع ها مشترك، ضلع مشترك. ها ب ج اسمه ضلع ايه؟ مشترك. مفهوم يا بنات؟ مفهوم يا اولاد؟ ضلع ايه يا بنات يا اولاد؟ مشترك مشترك، كله فاهم؟ قياس زاوية ص كام درجة؟ زاوية ص اه بصي كده للشكل، ص زي د، برافو عليكي. ص زي مين؟ زي د اهي، تبقى 120 درجة. نقوم كاتبين هنا 120 درجة. قولي يا بنتي زاوية أ، زاوية أ زي زاوية اه ركزي، أ زي مين؟ زاوية س، س بكام؟ 85. ممتازة، حاجات جميلة وسهلة. طيب قياس زاوية أ ب ج، اه ها أ ب ج اللي هي الزاوية أهي، بص كده حبيبتي، بص هنا الزاوية أهي. مش احنا قلنا الألف دي بكام؟ كانت ب 85، وب هتبقى زي مين؟ زي ج اللي هنا. بص يا حبايبي بطريقة سهلة تاني لو أنت متلخبط، بص معايا، هو عايز زاوية أ ب ج، أ ب ج نعمل مظلة كده أ ب ج أهي، شايفينها؟ أ ب ج تبقى زيها س ج ب، زيها مين؟ فين س ج ب؟ س ج ب يا مستر، س ج ب ده يبقى كام درجة؟ 65. 65، وصلت الفكرة؟ أيوة الموضوع بسيط وسهل. زاوية ص ب ج، ص ب ج الزاوية ده اهي، احنا طبعا قلنا دي 120، يبقى زاوية ب بكام ده؟ هي يا ولاد الشاطر يقولها بقى، نجيب الزاوية دي ازاي؟ ص ب ج، تعالوا نبص للرسمة، ص ب ج اهي، مين اللي زيها؟ د ج ب، شايفين تاني؟ ص ب ج اهي، د ج ب، بنمشي بنفس النمط، د ج ب فين؟ د ج ب بكام درجة يا ولاد؟ 90 درجة اللي أنت سألت عليها من شوية، ها؟ سهلة؟ 90 درجة. السؤال اللي بعده هسيبكم تحلوه. تعالوا نراجع الحل كده يا ولاد مع زمايلنا. احنا عندنا هنا زاوية أ بتساوي قياس زاوية ب، وعندي ج د ب 8 سنتيمتر، وأ ب كلها ب 12 سنتيمتر، بتقسم الجزئين 6 و6. ماشي؟ هو عايز زاوية أ واو د، أ واو د زاوية قائمة، لأن الواو د ده محور تماثل بيكون عمودي على القاعدة. طيب ج د ه، ج د ه الزاوية دي كلها تبقى 80 درجة، لأن الزاوية اللي عندي دي ب 40، اللي جنبها كام؟ ب 40 زيها، يبقى الاتنين مجموعهم إيه؟ 80 درجة، شطار. طيب المطلوب التاني طول ب واو، ب واو هيبقى ب 6، لأن الألف ب كلها ب 12، والدال واو محور تماثل. الشكلان أ واو د ه، والشكل التاني اللي هو ب واو د ج متطابقة. مسألة رقم 6 زيها بالظبط، إذا كان د بينتمي لمستقيم ج ع، وكان الشكل أ ب ج د ه طابق الشكل س ص ع د ه، وعندي أ ه ب 2 سنتيمتر، وب ج ب 4 سنتيمتر، و أ ب 5 سنتيمتر، وج د 5 سنتيمتر، اوجد محيط الشكل أ ب ج ع ص. خد بالكوا يا ولاد عشان اجيب المحيط، ركزوا معايا كده، بصوا بجيب الاضلاع اللي بره وبجمعها، يعني انت عندك هنا الالف ه ب 2 تبقى اله س ب 2 زيها، ماشي، وعندك الف ب ب 5 تبقى س ص بكام؟ ب 5، والباء ج ب 4 تبقى الص ع ب 4، الج د ب 5 يبقى الد ع ب 5. يبقى المحيط ده هنجيبه ازاي؟ هنجمع الاضلاع كلها، نقول 5 زائد 5 10، 10 4 14، 14 و2 16، دول 16 والجنب التاني 16 زيهم، يطلع معايا 32 سنتيمتر. يبقى انت بتجمع الاضلاع الخارجيه. طبعا يا ولاد لو انا عندي ضلع جوه مش بجمعه، ماليش دعوه بيه خالص. يعني المساله اللي بعدها جاب لي هنا محيط الشكل أ ب ج د ه، الشكل ده محيطه 27 سنتيمتر، تمام؟ وقال ان الضلع ه ده اللي ب7، ماليش دعوه ب7، خلاص؟ هو عايز محيط الشكل أ ب ج د ل م واو، الشكل ده كله عايز محيط، ها؟ نعمل ايه؟ طيب هو قال لك بص يا حبيبتي كده ركزي، جاب لي الشكل ده اهو اللي هو اللي انا بقوله ده يا ولاد، محيطه ب 27، لا لا مش لا مش 27 في 2، لان المحيط بنتكلم عن الاطار الخارجي. ركزي، انا عايز اجيب منين؟ من اول ه لحد مين؟ د، يبقى ناقص السبعه.
يبقى انا يا اولاد لو لفيت حول الشكل كده من اول ه لحد د، الجزء ده هيبقى طوله ب 20 سنتيمتر. يعني ه ا زائد ه زائد ا ب زائد ب ج زائد ج د، الجزء الاربع اضلاع دول 1 2 3 4، الاربعه مجموعهم بكام؟ عشرين سنتيمتر ب 20، والاربع اضلاع التانيين دول مجموعهم بكام؟ 20 20 سنتيمتر سنتيمتر. يبقى 20 و20 بكام؟ بربعمية. يبقى محيط الشكل ب 40 سنتيمتر. ما تقولش هضرب 27 في 2 ضرب، لان المحيط عباره عن الاطار الخارجي. طيب الصفحه اللي بعدها، خد بالك تعتمد بقى في الحل على المكتوب مش المرسوم، لان الشكل معكوس. اذا كان الشكل ا ب ج د يطابق الشكل م واو د م واو ه د، وج منتصف م د ماشي، و م ج بكام؟ ب 3 سنتيمتر. مركزين يا اولاد، قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية ن. هتقوم باصص للمكتوب عندك، الأ نظريتها مين؟ مين؟ تقوم كاتب مين؟ شفت يا بنتي سهلة إزاي؟ طيب، لأن الشكل معكوس، فعشان ما تتلخبطش شوف المكتوب عندك. طب زاوية أ د ج، تقوم عامل مظلة أ د ج، يبقى زيها م د ه أهو، نفس الشكل. طب زاوية ب تبقى زي مين؟ ب؟ واو، أهي خلصت. ب ج د، ب ج د اهي، واو ه د، ممتازه. طيب واو ه د كانت كام درجه؟ هو عايز كام درجه بقى؟ بص للشكل، واو ه د كانت كام درجه؟ 100 125. تقوم كاتبه 125 درجه. طب زود ب ج م، ب ج م زود اهي يا مستر، هجيبها ازاي؟ طبعا ب ج م مش هنعرف نجيبها من هنا لانها مش موجوده. امال هنجيبها ازاي؟ مين الشاطر يقول لي هجيبها ازاي؟ مش احنا جبنا يا ولاد من شويه ب ج د طلعت ب 125 يا بنتي يا ولاد اهي. طب ما دي زاويه مستقيمه، قياسها بكام؟ 180. 180 نشيلها، نشيل منها 125 يبقى كام؟ 75. نحط 5 يبقى كده 130، يبقى بقى لنا 5 على 55 صح؟ احنا عايزين تبقى 180. هتقول لي 180 ناقص 25، 180 ناقص 25 155. اديني 55 بقى. طيب ألف هاء، قطعة ألف هاء دي كلها هتبقى كام؟ بصوا يا حبايبي، إحنا إزاي نجيب ألف هاء أصلا يا مستر؟ مش ألف هاء دي عبارة عن ألف، ركز يا بنتي الحتة مهمة، ركز، هو عايز ألف هاء كلها. هو بيقول لي إن الجيم دي منتصف جيم ميم في النص يعني، وقال إن الميم جيم بثلاثة، ميم جيم ده هي بثلاثة سم، الحتة اللي هي بثلاثة، ميم جيم بثلاثة، يبقى الدال جيم زيها بإيه؟ بثلاثة. بثلاثة. طيب أنت عندك إيه تاني في المسألة؟ عندك القطعة أ د زي م د صح؟ أ د ده زي الم د تبقى بكام؟ 6. أ د زي الم د، الم د 3 و3 6 صح؟ طيب الدال ه زي مين برضه يا مستر؟ الدال ه ده مش كده، الدال ه أهي زي مين؟ ها؟ زي ج د، شايفين؟ الدال ه الحتة الباقية ده أهي زي مين؟ ج د. فين ج د؟ ج د الحتة ده اللي هي ب 3، يبقى 6 و3 بكام؟ 9. ب 9. اقولها تاني، اقولها تاني، اقولها تاني، هي عايزه تركيز بس. تعالى كده كتاب تاني ونحل عليها، ركزوا معايا الشرح من الاول، وركزوا جدا عشان المساله دي قويه، بس ركزوا معايا حبايبي. هو بيقول لك يا حبيبي م ج دي ب 3، فين م ج يا اولاد؟ الحته اللي هي ب 3 تمام. طيب انت بتستنتج ايه؟ بيقول لك ان الجيم في المنتصف، جيم في النص، يعني ده الجيم قد الجيم م، يعني دي برضه كام؟ ب 3. ب 3. وبيقول لك ايه؟ ان الدال ه ده زي مين؟ زي دال جيم. عندنا هنا الجيم مين ب 3 سنتيمتر، والجيم دال ب 3 سنتيمتر، وعندي يا اولاد ا د ه بتساوي ج م برضه ب 3 سنتيمتر، وعندي الالف د بتساوي د م اهي، الف د تساوي ايه؟ د م، هيبقوا زي بعض، الف د عندي طولها زي د م تبقى ب 3 و3 6، يبقى 6 تجمع عليها 3 يديك 9. يبقى 9 سنتيمتر القطعة دي كلها. تمام؟ آخر سؤال معانا، إذا كانت د تنتمي ل ج ه، د بتنتمي للقطعة ج ه، أقول تاني ركز معايا، د بتنتمي للقطعة ج ه، والشكل أ ب ج د يطابق الشكل م د ه واو م د ه، هاتي هاتي اللي أ م، مين اللي زيها؟ حتى هي. تعالوا نترجم كده ونطلع شوية أجزاء. يعني أنت عندك الواو ميم ب 8، فين زي الواو ميم هنا؟ الواو ميم أهي زيها مين؟ الدال ألف. تمام، يعني دال ألف كلها ب 8، دول كلها بكام؟ ب 8. وعندي الألف ب ب 5، ألف ب ب 5 مين زيها؟ ميم دال صح؟ يبقى ميم دال بكام؟
خمسة يبقى الألف ميم اللي هي الباقية، يعني دي كلها 8، 8 ناقص 5 بكام؟ بثلاثة. ب 3. طيب يقول لك قياس زاوية ب زائد قياس زاوية واو، عايزين نجمع ب وزاوية ايه؟ واو. بص معايا كده، ايه العلاقة بين ب وواو؟ حد يقدر يقول لي؟ زاوية ب وزاوية واو. متطابقة. ها تعال نشوف، الب زي مين؟ الب زي الب ده اهي زي الدال يا ولاد، صح؟ الب ده اهي زي الدال. طب والواو زي مين؟ الدال. الواو زي الدال، واو زي دال، الاتنين زي بعض. وايه تاني؟ وب زي ايه؟ زي دال. طيب هو عايز مجموع الزاويتين بقى، يجمع زاوية ب ويجمع زاوية دال. الشكل ده شكل ايه يا ولاد؟ شكل رباعي. مجموع قياسات زاوية الداخلة كام؟ ها؟ 180 درجة. تمام؟ طيب أنت قلت إن زاوية واو ودال زي بعض، صح؟ وزاوية ب وزاوية دال زي بعض. دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي، قياسها بيساوي قياس الزاوية الداخلة ما عدا المجاورة لها. تمام؟ يعني الزاوية دي دال وب زي بعض. وإيه تاني؟ واو وب زي بعض. الاتنين مجموعهم كام يا ولاد؟ 180 درجة. فهمكوا أكتر؟ بص بص، مش البه دي زي مين؟ البه زي الدال، صح؟ وايه تاني يا اولاد؟ والواو زي الدال. الواو اللي عندي زي الدال، يعني الواو ده هي والدال زي بعض. وايه كمان يا مستر؟ والبه زي الدال، البه ده والدال زي بعض. طب ما تيجي نبدل كده يا اولاد، ايه رايكم نعمل خط كده جنب اهو كده؟ الزاويه ب والزاويه اللي جنبها الاثنين مجموعهم 180، صح؟ والزاوية دي والزاوية اللي جنبها مجموعهم 180. زاوية واو بقى لو انا ماشي كده، بس خد بالك هو قصده على الزاوية اللي هي اللي بره، الزاوية دي الزاوية المنفرجة دي، يعني زاوية منفرجة ودي زاوية منفرجة ودي زاوية منفرجة ومنفرجة. الزاوية اللي جنبها بتكملها، يعني الاثنين بيكون مجموعهم كام؟ 180 درجة، يعني يعملوا زاوية مستقيمة. ماشي؟